ابو الليلة ندير راضي من عندك الله يخليك. اسا بجيب لك اهن. ارتاح انت ها، ما تاكلش هم شيء. علي وردي الحمد لله على السلامة. هاي سلمى، رايح اجيب لك الاغراض انا. علي جابر انه احترقت الغرفة وما ضل منها شيء. ايه انا اسف. معك حق، قضيت الليل كله امبارح بالمستشفى وانا عم فكر فيك وعم فكر كيف عملنا هيك انا وجابر. حتى هلا بالطريق كنت عم بقول لهم انت موجوع. لا انا موجوع بس حاسس جسمي حاطط مكسر. طيب انا رح اتركك ترتاح. انت عم تطلع السلامة وردة. نعم خليك شوي لا تروحي. ايه ولكو يلا خلصينا بقى شيخ ناطرنا. ايه فهمنا. شرفي انا على فكرة دفعت لأبو ليلى حق الدهان والعدة. هاي المخلوقة احترقت غرفتها وبدنا نساعدها، بدنا نشتري لها فرشة وبساط تقعد عليه. شو قلت؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس انا واخي بمصيبة. يعني نحن بالاسبوع بدنا بحدود 600 700 دولار بس للادويه والغسيل. هي لا اكلنا ولا شربنا ولا حتى دفعنا اجار الغرفه، ومحمود اذا ثلاث مرات ما بيغسل بيموت. طالما وصلاني معكم لهالمواصيل ليش لكان عاملين الغرفه حلبه مصارعه؟ ولك بكفي بقى بكفي، حرقتوا البلد وجاي نكملوا على بعضكم هون. ماشي يا اخي، مشان المصاري اعطينا ومتقسطوا على دفعات مع اجار الغرفه. ماشي